لو الحكاية فيها إن فيجو بس عايز منك حاجة بطلبها منك ودي أمانة هتتحاسب فيها يوم القيامة تطبيق القانون بسرعة أنا عايز القانون الأمريكاني عايز القانون الأمريكاني عايز قانون فرنسا عايز قانون ألمانيا عايز إنجلترا عايز فرنسا يا سيادة رئيس الوزراء القانون اللي اتطبق في الدول الأوروبية أنا عايز يتطبق زيه لا زيادة ولا أقل دي رغبة شعب دي رغبة الشعب اللي طلبها الكلام ده بيقوله رئيس الوزراء تعديل القوانين وبسرعة تعديل القوانين وبسرعة بناء رغبة الشعب رغبة الشعب اللي نزل يوم 30/6 وقلنا يلا يا جيش نحمينا حمانا الجيش الشعب وليس نجد الجيش منه جيش مصر نزل حمى الشعب ونقنا عنه يوم 30/6 وجاء اليوم نزلنا لجاي بنطالب بالحدث الارهابي الخسيس انك طالع يا نبي يا خسيس انت تضرب الكدري ليه؟ طب ما تخليك جريء وقف انما انت جبان وحيوان وخنزير ولكن عايز اقول لك اقسم بالله الشرطه بخير والشرطه بتجيب النمله في قلب الحجر شرطه مصر هي اللي علمت العالم شرطه مصر رجال الشرطه من امين شرطه للعسكري لضابط الشرطه هم اقوى شرطه في الدول الاوروبيه والدول العربيه وهتقضي على الارهاب واللي ما قضينا عليه في عهد الرئيس مبارك